زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 18 من شباط مركزي التدريب والتطوع في محافظة النجف الأشرف، حيث قدم أمرو المراكز إجازاتهم عن المهام والوظائف وجاهزية البنى التحتية والمنشآت لاستقبال الدورات، إضافة إلى الخطط المستقبلية والمعوقات التي تواجه سير العمل. كما زار سيادته مقر فرقة الإمام علي عليه السلام القتالية للاطلاع على مهمة الفرقة ومشاركتها مع باقي القوات الأمنية في تأمين عدد من قواطع المسؤولية، مشيدا سيادته بالجهود الكبيرة في تقديم الدعم لقطاعات الجيش في مكافحة حواضن الإرهاب. التقى السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 19 من شباط قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جوفوني إينوتشي وعددا من مستشاري البعثة، وتناول اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب، إضافة إلى تقديم الخبرات في مفاصل المؤسسة العسكرية كافة لتطوير قدرات الجيش العراقي. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء 21 من شباط قاطع فرقة المشاهد السادسة في المشاهدة والطارمية، وخلال جولته لعدد من الألوية والأفواج استمع سيادته إلى إيجاز مفصل عن انفتاح الأفواج في الحدود الفاصلة للواء ضمن قاطع المسؤولية ومجمل العمليات التعرضية ضد حواضن الإرهاب. ووجه السيد رئيس أركان الجيش القادة والآمرين بتوخي الحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري ومد جسور التعاون مع المواطنين من أجل العمل ضد حواضن الإرهاب، كما أكد سيادته على الاهتمام بالمقاتلين وتأمين شؤونهم الإدارية كافة. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 22 من شباط قيادة عمليات كربلاء المقدسة، وكانت المحطة الأولى هي زيارة ديوان المحافظة، وكان في استقباله محافظ كربلاء المقدسة، وجرى بحث ومناقشة الاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، حيث قدم المحافظ الشكر والامتنان للمؤسسة العسكرية بصورة عامة والقطاعات العسكرية في المحافظة بصورة خاصة على جهودها المبذولة في كل المناسبات الدينية والسهر على أمن وراحة الزائرين. من جانبه شكر السيد رئيس الأركان المحافظ على دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية. بعدها حضر سيادته مؤتمرا أمنيا موسعا لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الخميس 23 من شباط اجتماع متطلبات قيادة القوة الجوية، وتناول الاجتماع تقديم إيجاز مفصل حول إكمال متطلبات قيادة القوة الجوية من خلال تجهيزها بالطائرات القتالية والتدريبية الحديثة والاستمرار بصيانة وإدامة الطائرات، بالإضافة إلى إكمال البنى التحتية والمنشآت والقواعد الجوية الخاصة بالقيادة. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الخميس 23 من شباط مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، وكان في استقباله مدير الإعلام وضباط ومدير أقسام المديرية، حيث استمع سيادته إلى إيجاز مفصل عن عمل الإعلام العسكري وآخر التطورات والإنجازات في مجال الوسائل الإعلامية العسكرية المسموعة والمرئية والمقروءة. بعدها أجرى السيد رئيس الأركان جولة في أروقة المديرية شملت مسرح وزارة الدفاع الذي أنشئ مؤخرا ليكون انطلاقة للمسرح العسكري، وكذلك تفقد سيادته إذاعة وزارة الدفاع مطلعا على أنشطتها وبرامجها اليومية خلال بثها التجريب الحالي. وفي ختام الزيارة وجه السيد رئيس أركان الجيش بتذليل كافة العقبات أمام تطوير عمل مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة في توسيع عمله وما شهدته المديرية من إعمار وبناء.